مبتدئ وكشاف متقدم وجوالة. هذا القسم كيكون من 12 عام حتى 16 عام 18 عام 17-18، يعني السن اللي كيكون فيه الحرج، سن المراهقة، واللي السن اللي خاصه أنه يكون واحد الانضباط، واحد التعامل خاص بهذه الفئة. الكشفية كتعمل بالمراحل، خصوصا أن المرحلة الأشبال والزهرات كتعطيهم الأرضية والقواعد اللي كتمشي بها المراحل الأخرى. من بين كاين في بنود الكشاف كل ما هو أخلاق، يعني كينمي الشخصية، ينمي شخصية الطفل وكيقوم السلوك ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ربيع، مسؤول إقليمي للشباب، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بعمل سالة. الحديث هنا على دور الشباب في محاربة الإدمان. احنا كنعرفوا بأن دور الشباب هي مؤسسة تربوية اجتماعية ثقافية تعنى بقضايا الطفولة والشباب، ولكن لما نتحدث بالجانب الوقائي لابد أن نتحدث عن الأندية الصحية المتواجدة بدور الشباب. فاحنا كأطر ديال دور الشباب نعمل جاهدين باش تكون مؤسسة ديال دار الشباب كتشكل واحد 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 المشتل، واحد النواة لتحسيس الشباب وحثهم على محاربة الإدمان وعلى محاربة على التعاطي للمخدرات بشتى الأنواع ديالها. من طبيعة الحال هذه المسألة ما كتتمش من طبيعة الحال غير بأطر دور الشباب فقط، بل هناك هيئات أخرى كتكون متدخلة في مجال محاربة الإدمان ديال المخدرات لدى الشباب. كوزارة الصحة كنعتمدوا مع واحد الهيئات اللي عندها علاقة حتى هما بوزارة الصحة. هاد الناس هادو كيجيو في إطار حملات تحسيسية لدور الشباب، كيعملوا على تحسيس الشباب بهاد الأفة وبهاد الظاهرة اللي كيمكن لها تأثر على حياتهم بصفة عامة. حنا من طبيعة الحال تنزيل ديال السياسة القطاعية كتكون واحد مجموعة البرامج اللي كتكون هادفة في هذا المجال. ما كيبقاش دار الشباب الدور ديالها منحصر في ما هو تنشيطي، ما هو ثقافي، ما هو فني، ما هو بيئي، بل كينوط كذلك بدور الشباب مهمة الحفاظ على سلامة الشباب والبحث على السبل الناجعة للحماية ديالهم والوقاية ديالهم من براثن الانحراف اللي من بينها تعاطي المخدرات. السلام عليكم، مرحبا بكم في فضاء الجامعة الكشفية وكذلك الكشفية الحسنية المغربية وخصوصا فرع محمد محروس. إلا جينا نتكلموا اليوم على دار الشباب، فدار الشباب ما كيكفيناش فيها كلمة أو جوج كلمات أو ثلاث كلمات. دار الشباب خصنا فيها سطور وسطور من الكلمات اللي كتعبر على الأهمية ديالها وعلى ماذا يعني الدعم ديال دار الشباب للفئات الشبابية لا الصغرى ولا الكبرى. دار الشباب هي واحد المركز أو واحد الفضاء اللي تخرجوا منه فنانين، أطباء، مسرحيين، مهندسين، كل شخص ناجح في المجال ديالو إلا وغتلقاه داز من دار الشباب. ما يمكنش نكون مريت من دار الشباب ونتبع طريق الإدمان مثلا، ما يمكنش، لأن دار الشباب تصنع فيا الروح، العزيمة، العقل اللي كيخليني نميز ما بين حاجة غتنفعني وحاجة غتضرني. دار الشباب تعطيني الشخصية والقوة اللي ما غتخليش واحد يأثر فيا ويقول لي هكا ادمن معايا هذا المخدر أو هكا خذ هذا الكاروكمي، لا، لأن دار الشباب عن طريق الأطر وعن طريق القادة وعن طريق الناس اللي كنتعلموا معاهم وكنستافدوا منهم في دار الشباب كيعرفونا وكيوعيونا وكيخليونا نمشيو على المحج البيضاء الذي لا يضل من مشى عليها. تلعب دار الشباب دورا مهما في جعل الطفل او المراهق يبتعد جزئيا او كليا عن طريق المخدرات او طريق غير مرغوب فيه، حيث انها تقوم بإلهائه بمجموعه من النشاطات الرياضيه والثقافيه مثل رياضه كره الريشه، كره القدم، كره السله، ورياضات ثقافيه مثل الرسم، خطوط يابانيه. هذه الانشطه تساعد الطفل كليا على اللهو والابتعاد عن طريق المخدرات.